السلام عليكم ورحمة الله. تلاميذي الأعزاء، أرجو أن تكونوا بصحة جيدة. سوف نستعرض اليوم الجزء الثاني من درس السياحة في لبنان، وهو النشاط السياحي في لبنان. أرجو أن نستمتع معا بعرض هذا الدرس. طبعا ككل مرة يجب أن ننطلق بداية من أهداف الدرس، وما سنتعرف عليه اليوم هو أنواع النشاط السياحي في لبنان، طبعا انعكاسات النشاط السياحي على البيئة، أثر الحرب على النشاط السياحي، ونتعرف إلى دور القطاعين العام والخاص في تطوير النشاط السياحي. فننطلق معا بالتعرف بمقدمة بسيطة عن لبنان. أن لبنان هو البلد العربي الذي اشتهر منذ خمسينيات القرن الماضي كوجهة سياحية مميزة ومقرا للشعراء والمثقفين والفنانين. نظرا لمقومات لبنان وطبيعته الخلابة المميزة ومناخه المعتدل وأبنائه المضيافين، إضافة إلى التنوع الحضاري والثقافي والاجتماعي الذي تميز به لبنان والانفتاح الاقتصادي، إلا أن النكسات التي يعيشها لبنان بين فترة وأخرى من الحرب الأهلية والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة والأزمات السياسية المتتالية وعدم الاستقرار الأمني المتقطع يجعل لبنان فارغا من بعض رواده وزواره الدائمين. لكن ما أن تعود الأمور إلى طبيعتها حتى يعود السائح إلى لبنان وخصوصا الخليجيين للاستمتاع بمميزات بلد الأرز. إذن بعد هذه المقدمة سوف نبدأ بالتعرف معا إلى السياحة في لبنان. بداية سوف أترك بين أيديكم هذا النص للتحليل، أرجو منكم قراءته بمدة دقيقتين، طبعا قراءة مركزة من أجل الاستخراج موضوع المستند بداية. إذن أعزائي أرجو إيقاف التسجيل الآن من أجل قراءة هذا النص. طبعا من بعد قراءة النص سوف نبدأ بالإجابة على الأسئلة المرفقة. حدد طبيعة المستند وموضوعه. طبعا موضوع طبيعة المستند هو نص جغرافي. أما الموضوع بعد أن قرأنا هذا النص منفردين، الاستنتاج سوف يكون بأن هذا نقطة من النقاط السياحية الجديدة التي أضيفت إلى خريطة السياحة في لبنان أو خريطة الأنشطة السياحية في لبنان يتعلق بالسياحة الثقافية الدينية. إذن هذا هو موضوع المستند. السؤال الثاني، من خلال مستند رقم 2 حدد 2 من المقومات التي أدت إلى ازدهار السياحة الثقافية الدينية في لبنان. إذن عزيزي التلميذ، طبعا بعد أن قرأت النص بإمكانك الآن استخراج المقومات، أي العامل الذي سوف يجذب السائح إلى سياحة دينية في لبنان. طبعا المقوم الأول هو يشمل أماكن العبادة والمقامات. المقوم الثاني أن لبنان يضم أنهارا وجبالا ووديانا مقدسة. والمقوم الثالث أن هناك 731 موقع إسلامي ومسيحي في لبنان. أهميتين للنشاط السياحي في لبنان. إذا نستكمل التحليل لكي نوضح هذا النشاط السياحي، ما هي أهميته وانعكاساته على لبنان؟ طبعا نستنتج النقطة الأولى وهي أنه يزيد من النمو الاقتصادي. النقطة الثانية أنه يوفر فرص عمل للعديد من الأيدي العاملة. بعد أن استعرضنا هذه النقطة، طبعا هذا النص قد أوضح لي واحد من الأنشطة السياحية كما ذكرت لكم منذ قليل. إذن تعالوا نتعرف الآن على الأنواع الأخرى من الأنشطة السياحية في لبنان. طبعا النشاط الأول هو، إذن هذا المنظر الجميل متى نقصده؟ طبعا خلال فصل الصيف. أين يقع هذا المنظر؟
أو المشهد، هذا يقع في بلدة جباع الجنوبية وادي كفرة. واسمحوا لي أن أقول لكم أن هذه قريتي الجميلة، وقد أحببت أن أشارككم بجمالها. طبعا هذا نقطة من نقاط الاستياف. أكيد يوجد على خريطة لبنان الكثير الكثير من قرى الاستياف التي نستمتع بمشاهدة هذه المشاهد الطبيعية بها. إذن الاستياف في لبنان ينشط بسبب اعتدال مناخه في الصفوح الجبلية مقارنة عما عليه في المنطقة الساحلية. طبعا نعلم أننا جميعنا نتجه خلال فصل الصيف إلى القرية من أجل الاستمتاع بالمناخ المعتدل بها والهروب من الحرارة المرتفعة والرطوبة المرتفعة في المنطقة الساحلية. إذا ما عدنا بالذاكرة إلى معلوماتي المكتسبة التي قد أخذناها بدرس المناخ والذي أخذناها في الدرس الماضي من السياحة في لبنان، وقد ذكرنا بأن لبنان يتمتع بمناخ معتدل متوسطي، وهو مناخ معتدل خلال فصل الشتاء على الساحل، بارد في الجبال، وخلال الصيف يكون معتدل على الجبال. إذن نحن بجميعنا نقصد المنطقة الجبلية، تحديدا السواح العرب الذين يأتون إلى لبنان وطبعا يستمتعون بهذه المناظر الطبيعية. إذن إذا ما سألت سؤالا، ماذا يوجد في لبنان من مناطق تستحق الزيارة؟ طبعا سوف نعدد المواضع الطبيعية التي أخذناها في الدرس السابق، وهي الجبال، الوديان، المناطق الغابية والمحميات الطبيعية. إذن أعزائي، لبنان فيه مناطق جبال ووديان تجذب السائح إليه. نتابع الاستعراض. إذن هل كلنا يذهب إلى الجبال صيفا؟ أكيد لا، هناك البعض الذي وإن كان في الجبل، وسأعيد بتذكيركم بأن لبنان يتمتع بقصر المسافة ما بين مناطقه، وهذا ما يجعل السائح يقصد المنطقة الساحلية ويعود إلى المنطقة الجبلية حيث مقر إقامته. إذن في هذا المستند ماذا نشاهد؟ نشاهد سواح أو زوار، لأن طبعا نحن اللبنانيين نقوم بالسياحة داخلية، والذي يأتي من خارج لبنان يقوم بالسياحة الخارجية. إذن هناك نوعان من السياحة التي نقوم بها في لبنان. إذن هذا المشهد يبرز لي وجود الزوار أو السائحين أو المواطنين على شاطئ البحر يستمتعون بالمياه. طب هل كلنا يذهب إلى البحر؟ بالإجمال نعم، ولكن هناك أيضا بعض الأنشطة الأخرى التي تنشط خلال فصل الصيف، وهي رياضة المشي وزيارة المناطق الجبلية. وفي الآونة الأخيرة قد كثرت الجمعيات أو اللجان أو الأشخاص الذين اهتموا بهذه الرياضة، تحديدا من الرياضيين الذين بدأوا ينظمون رحلات طبعا خلال فصل الصيف جمعة سبت أحد، أو خلال فصل الشتاء فقط يوم الأحد إذا ما كان الطقس مناسبا، من أجل زيارة الأماكن ومن أجل ممارسة رياضة المشي. طبعا بعد انخراطنا في ميدان العمل وابتعادنا عن ممارسة الرياضة، وطبعا فيها المتعة الكثيرة لنا. إذن من أنشطة السياحة خلال فصل الصيف هي موسم البحر لشريحة كبيرة من اللبنانيين، حيث يستمتعون بالرياضات الشاطئية. وسؤالي لكم، ما هي الرياضات الشاطئية؟ طبعا هناك السباحة، هناك التزلج على المياه، وهناك ركوب الأمواج في منطقتين من لبنان، هي منطقة الجيه ومنطقة البترون. طبعا فضلا عن هواية الصيد، فقد يكون أحدكم ليس صيادا محترفا إنما يهوى أن يقوم بالصيد، فضلا عن طبعا تقضية أوقات الصيف الحارة بالمنتجعات السياحية. النوع الآخر من السياحة هي سياحة الإشتاء، وطبعا هناك العديد منا يستمتع بهذه المنطقة بزيارة المناطق الجبلية من أجل التزلج، وإن كنا لا نعرف كيف نستخدم أدوات التزلج، ولكن جزء كبير من اللبنانيين طبعا يتمكن من ذلك. طبعا هناك طبعا بعض اللبنانيين يقصدون القرى الجبلية عندما يعلمون أن هناك عاصفة ثلجية قادمة إلى لبنان، من أجل الاستمتاع بتساقط الثلج والبقاء بجانب الموقد أو المدفأة في هذه المنطقة. إذن سياحة الإشتاء
هي يتم بها الممارسة رياضة التزلج على أنواعها في جميع الحلبات. الجدير ذكر هنا بأن الإعلام يساعد لبنان كثيرا في هذه النقطة، حيث تقوم محطات التلفزة المختلفة على بث الصور المتنوعة وإجراء مقابلات مع أصحاب الحلبات من أجل طبعا طالما يتم العرض فضائيا من أجل إطلاع العرب على أن الموسم قد بدأ. وقد ذكرت لكم في الدرس السابق وأعيد وأذكركم الآن بأن لبنان هو الدولة العربية الوحيدة في المشرق العربي التي تساقط عليها الثلج. إذن من الأنشطة السياحية إذن هي ممارسة التزلج على المنطقة الجبلية، أما المنطقة الساحلية وفي الأوقات الباردة يمكن لنا أن نقصد المواقع الأثرية. طبعا أقصد أوقات باردة أي خلال فصل الشتاء، ولكن على أن يكون هناك يوم مشمس طبعا، أو يمكن لنا بعد قليل سوف نشاهد ما هي الأنشطة التي يمكن أن نقوم بها، ولكن الآن نكتفي بذكر المواقع الأثرية الممتدة على طول الشاطئ. طبعا من الأنشطة السياحية أيضا هناك النشاطات الرياضية، والنشاطات الرياضية أعزائي هي ليست موجهة فقط للسواح القادمين من الخارج، هذه الأنشطة موجهة كثيرا عفوا إلى اللبنانيين من أجل السياحة الداخلية، ولكن لا يعني ذلك بأن السائح القادم من الخارج لن نقدم له أفضل ما لدينا. إذن عفوا يقدم لبنان للسائح عطلة مليئة بالشمس والمرح، وطبعا فنشاهد معا ما هي الرياضات التي يمكن أن تمارس في الهواء الطلق. الأولى هي التجديف، طبعا هذه الرياضة ناشطة جدا على نهر العاصي وعلى نهر الليطاني في لبنان. الثانية وهي حديثة وليست طبعا قديمة جدا هي رياضة الغطس، وهي تنشط في عدة مناطق من لبنان، وهذه الصورة هي من مدينة من بحر سور، رياضة الغطس. الثالثة طبعا وهي جميلة جدا 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 وهو الطيران الشراعي، طبعا هناك عدة أنواع منها سواء كان منطاد أو هذا النوع أو أنواع ثانية طبعا لا يمكن عرضها بكاملها، ولكن طبعا هذه الرياضة هي نشطت في الآونة الأخيرة في لبنان. أيضا هذه الرياضة تحدثنا عنها منذ قليل هي المشي في الأماكن الوعرة، وهي هواية جدا 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 جميلة أنصحكم بالقيام بها، وطبعا واحدة منها ركوب الدراجات الجبلية. طبعا هناك نشاهد نحن كثيرا خلال يوم الأحد من مجموعات من الشباب الذين يمتلكون دراجات يجولون بها في لبنان. إذا النوع نستكمل عرض الأنشطة السياحية في لبنان من الأنشطة الترفيهية المهرجانات. طبعا ما إن يحل فصل الربيع ويعني يكون نهايته قد أصبحت قريبة حتى تعلن عدة مهرجانات تقام في أماكن متنوعة من لبنان. طبعا أشهر هذه المهرجانات هي مهرجانات بعلبك، وهي مهرجانات قديمة هي الأولى إذا كان في لبنان، بعد ذلك نشطت هذه المهرجانات في أماكن مختلفة. طبعا إذا ما سألتكم أي مناطق هي يوجد بها المهرجانات، طبعا مهرجانات هي في بيت الدين، في منطقة الأرس، في جوني، وطبعا يتم افتتاحها باحتفال كبير جدا. إذا الأمور الترفيهية هي طبعا أكثرها المهرجانات، ولكن لا يعني ذلك بأن الأمور الترفيهية مقتصرة عليها، بل هناك زيارة المناطق، المطاعم والفنادق وطبعا المنتجعات السياحية. النقطة الثانية التي يمكن لمجموعة كبيرة من الناس، وطبعا هذا كل سائح كل سائح كل سائح يكون في بلد يعني هو سائح بها لابد أن يكون التسوق هو هدف لديه. إذا سواء كان من أجل تعرف على هذا البلد أو كان من أجل طبعا شراء الأمور التي سوف يأخذها معه كذكرى تذكار من البلد الذي قصده. طبعا هذا المشهد هو رائع جدا، هو مشهد المقاهي الليلية التي يمكن أن نسهر بها، أو طبعا قد يكون مجموعة من رجال الأعمال قد قصدوا لبنان، وطبعا هذا نوع من أنواع السياحة بأن رجال الأعمال إذا ما أتوا من أجل القيام بمهرجانات
عفوا للمشاركة بمؤتمرات أو معارض مختلفة، لابد أن يكون هناك تمديد يومين لإقامتهم في البلد في لبنان من أجل السياحة به. طبعا هذا نوع آخر من أنواع السياحة. الآن سوف ننطلق معا إلى التعرف على نوع آخر من السياحة، هي سياحة المواقع الأثرية ومنها المتحف. أترككم مع هذا العرض. يعرض المتحف الوطني اللبناني مجموعة من الكنوز الأثرية يكشف عنها لأول مرة، تضم أكبر مجموعة من النواويس في العالم إضافة إلى مومياوات تعود للقرون الوسطى. وتضم هذه المجموعة 529 قطعة أثرية تتصل بالجنائز ودفن الموتى، وتمتد من العصر الحجري وحتى عهد السلطنة العثمانية، وهي معروضة في طبقة تحت الأرض من المتحف افتتحت أخيرا. إنه درس في الشجاعة والأمل، لأننا بعد 41 عاما على إقفال المتحف في العام 1974 نحن الآن قادرون على استقبال الزوار في طبقاتنا الثلاث. وللمرة الأولى في العالم تعرض ثلاث مومياوات اكتشفها في العام 1989 متخصصون في سبر المغاور في وادي قديشة، المدرج على قائمة منظمة يونسكو للتراث العالمي، والذي شكل ملجأ للمسيحيين الموارنة المضطهدين على يد الروم البيزنطيين ومن ثم المماليك المسلمين. وقد عثر في مغارة على ثماني مومياوات محنطة طبيعيا وملابسها عليها، ومنها محيكة من الحرير وهي على حالها منذ القرن الثالث عشر. إذن أعزائي، طبعا من بعد مشاهدة هذا النشاط الأخير للأنشطة السياحية وهو المتمثل بزيارة المتاحف، طبعا هذه نقطة جدا جميلة. ننتقل الآن إلى التعرف على أثر الحرب على القطاع السياحي. إذا من فضلكم سوف أترك بين أيديكم الآن هذا النص من أجل قراءته ومن أجل تحليل المستند بعبر الإجابة على هذه الأسئلة المرفقة. إذن من خلال المستند استخرج اثنين من تأثيرات السلبية للحرب على القطاع السياحي، ثلاثة من أهمية القطاع السياحي، ثلاثة من تأثيرات السلبية التي تلحقها النشاطات السياحية بالبيئة اللبنانية. أعزائي طبعا ما قمت به الآن هو طبعا الآن من بعد ما قرأنا النص جيدا، طبعا ككل مرة سوف نوقف التسجيل ونقرأ النص ثم نعود إلى الإجابة معا. طبعا اخترت ألوان ثلاثة من أجل تمييز الإجابات خلال التصحيح معا. إذن السؤال الأول، التأثيرات السلبية للسياحة برأيكم، أي حرب بأي دولة ما هي التأثيرات التي تتركها؟ طبعا من خلال المستند المرفق نلحظ بناء مدمر، هذا مشهد من مشاهد كثيرة. طبعا هذا البناء المدمر هو قد يكون لفندق قديم في المنطقة في إحدى المناطق اللبنانية، فضلا عن طبعا الدمار الذي لحق بالقطاع السياحي حصريا، لأن درسنا عن القطاع السياحي. إذا طبعا بداية النص أوضح لي بأن السياحة كانت تؤمن 18% من الدخل الوطني في لبنان، لكنها شهدت تراجعا ملحوظا خلال الحرب. إذا النقطة الأولى من النقاط السلبية هي انخفاض عدد الفنادق العاملة في لبنان من 520 فندقا عام 1972 إلى 344 فندق عام 1992. السبب في ذلك هو التدمير الكلي أو الجزئي أو الإقفال بسبب الظروف الأمنية. إذا النقطة الثانية من تأثيرات السلبية هي ارتفاع البطالة وهجرة معظم العاملين في هذا القطاع. السؤال الثاني هي ثلاثة من أهمية القطاع السياحي. إذا القطاع السياحي ما هي انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد في لبنان؟ طبعا اليوم الاقتصاد القطاع السياحي يشكل 11% من الدخل الوطني، طبعا يساهم بتدعيم وتشجيع الصناعة والزراعة. وهنا سؤال لحضرتكم، ما علاقة السياحة بالصناعة وما علاقة السياحة بالزراعة؟ إذا هل يمكن للسائح أن يأتي إلى بلد ما ويحضر طعامه معه؟ حتما لا. هل يمكن للسائح أن يأتي إلى بلد ما ولا يأخذ معه
ذكرى؟ حتما لا. إذن القطاع السياحي يؤمن القطاع الفندقي المواد الأولية اللازمة للطعام، وطبعا يعني كل أنواع الخضار والفاكهة، والقطاع الصناعي يؤمن لهذا القطاع السياحي هي صناعة المنتجات الحرفية التي يمكن للسائح أن يأخذها معه. نتابع بأهمية القطاع السياحي بأنه يؤمن فرص عمل للمواطنين. إذن هنا أحب أن ألفت انتباهكم إلى النقطة أن فرص العمل بالقطاع السياحي هي عبارة عن طريقتين. هي هناك مجموعة من العمال في القطاع السياحي يعملون فقط خلال فصل الصيف، معظمهم من تلاميذ الجامعات، وهناك بعض الموظفين بالقطاع السياحي يعملون على مدار السنة. من هم الذين يعملون خلال فصل الصيف؟ هم في المنطقة الجبلية، في المطاعم المناطق الجبلية الذين تغلق هذه المطاعم خلال فصل الصيف، ما يؤدي إلى تأمين يد عاملة طبعا فصلية فقط. وبعد ذلك عندما يحل فصل الشتاء هؤلاء التلاميذ يذهبون إلى جامعاتهم وهذه المطاعم تقفل. السؤال الثالث، ما هي التأثيرات السلبية التي تلحق النشاطات السياحية بالبيئة اللبنانية؟ طبيعي طبعا، حتى لو كان لا يوجد بين أيدينا نصا، مجرد أن نقول تأثيرات سلبية طبعا سوف يأتي على رأسنا. أول نقطة هي تشويه المعالم الطبيعية، هي قطع الأشجار، هي القضاء على المساحات الزراعية، وطبعا هذه إجابات منطقية. النقطة الأولى تشويه المعالم الطبيعية، هي لأنه تم بناء المنتجعات السياحية مكانها، تراجع المساحات المزروعة وزيادة ضغط على البنى التحتية. سؤال لحضراتكم، من هي البنى التحتية؟ ما هي البنى التحتية؟ البنى التحتية طبعا هي كل ما يتعلق بالكهرباء، المياه، شبكات الصرف الصحي والهاتف. ويضاف إلى ذلك ارتفاع طبعا معدل بعض المشاكل الاجتماعية مثل زيادة معدلات السرقة والجريمة. ما علاقتها؟ لأن هناك بعض السواح قد يتعرضون إلى سرقة كون السائح سوف يحضر إلى هذا البلد ومعه عملة صعبة. الآن ننطلق معا إلى التعرف على الأثر الإيجابي للنشاط السياحي على لبنان. طبعا نبدأ عادة بالإيجابية ثم نتحدث لاحقا عن النقاط السلبية. إذا خلاصة النقاط الإيجابية أنها يؤمن لنا عائدات مالية ضخمة، هذه العائدات تساهم في سد العجز في الميزان التجاري. أعيد وأذكركم تلاميذ الأعزاء، هل تذكرون عندما درسنا عن هذه النقطة في درس سابق؟ من وسائل سد العجز في الميزان التجاري ركزنا على عائدات مالية من القطاع السياحي. النقطة الثانية أنه يخفف من نسبة البطالة من خلال تأمين فرص عمل، والنقطة الثالثة أنه يسهم في تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية. وطبعا لن أتوقف إلا عند نقطة بالنشاط الاقتصادي، وهي الخدمات المالية وخدمات النقل والمواصلات والاتصالات، لأنني لم أتحدث عنها سابقا. طبعا السائح سوف يصرف في لبنان عملة صعبة، سواء كان دولار ولا أورو أو حسب من أي بلد هو أتى، هذه العملة سوف تحرك الاقتصاد في لبنان. إضافة إلى خدمات النقل والمواصلات، طبعا السائح لن يكون معه وسيلة نقل إلا طبعا إذا أتى لوحده وليس مع مكتب سفريات، فإذا سوف يستخدم وسائل النقل المتنوعة في لبنان من أجل التنقل من مكان إلى آخر. طيب إذا بعد التعرف على الأثر الإيجابي، نرجو طبعا التركيز معي قليلا على النشاط السلبي للسياحة على البيئة. إذا هذه الصورة هي عبارة عن جزئين، جزء يبرز لي الجبل، وطبعا هبة كان عبارة عن مشجر، هذا الجبل لن أقول له غابة لكنه مشجر، والجزء الثاني منها هو برز لي كيف تم قطع بعض الأشجار وتسوية الأرض من أجل بناء المنتجعات السياحية. إذن هذه النقطة التي تم شرحها بأنه قد تراجعت المساحات الزراعية، المساحات الخضراء من أجل بناء المنتجعات السياحية. هذا المستند ماذا يبرز لي؟ طبعا إذا نظرنا طبعا هذا واضح بأنه شاطئ البحر، واضح بالنفايات الموجودة في على الشاطئ. هذه النفايات مصدرها من أين؟ مصدرها قد يكون بسبب رمي النفايات بها، وقد يكون بسبب المنتجعات السياحية التي ترمي النفايات على البحر. هذا على البحر. طب أما المناطق الجبلية كيف تسببت السياحة سلبيا على البيئة فيها؟
طبعا من خلال قد لا يكون الفندق موصول على شبكة الصرف الصحي، ما يؤدي إلى صرف المياه المبتذلة من هذا الفندق إلى الطبقات الجوفية للأرض، وهذا يؤدي إلى طبعا تلويث المياه الجوفية. إذا نتابع النقطة الأخيرة، هو هناك تفاقم مشكلة المياه واستنزاف المياه الجوفية. طبعا النقطة الأخيرة التي سوف نستعرضها هي دور القطاع العام في تطوير النشاط السياحي، والمقصود بالقطاع العام طبعا كما بدنا نعرف هي الدولة. بداية من أجل أن يكون لدي قطاع سياحي رائد، ماذا يجب على الدولة أن تقوم به؟ طبعا هو تخريج أيدي عاملة متخصصة بالقطاع السياحي وإدارة الفنادق. طبعا قطاع سياحي بكل أنواعه وأشكاله، سواء كان العاملين في المطاعم أو إدارة الفندق أو متخرجين من الجامعة اللبنانية أدلاء سياحيين. إذا النقطة الثانية طبعا التي قامت بها الدولة وهي إنشاء وزارة من أجل متابعة العمل السياحي في لبنان ورعايته، وطبعا جدير بذكره بأن الدولة اللبنانية قد ألحقت بها الضابطة السياحية من أجل السهر على الأمن وراحة السائح. وطبعا نحن نشاهد عند مداخل الفنادق دائما هناك حراسة وأمن من الدولة. النقطة الثالثة هي ماذا يفعلون بهذا المستند؟ نشاهد بأنهم على الأرض وهناك طبعا هيكل عظمي لشخص ما. إذن هذه عمليات التنقيب عن أثار طبعا جديدة. هذه التنقيب تم بالتعاون مع منظمات دولية وحماية الآثار الموجودة في لبنان، طبعا عبر توقيع اتفاقيات قامت بها الدولة اللبنانية. نتابع دور القطاع العام في تطوير النشاط السياحي، طبعا تطوير شبكة المواصلات من خلال العمل على تطوير المرافق والمطار والطرقات المعبدة. النقطة الثانية طبعا تطوير شبكة الاتصالات حتى يتمكن السائح من الاتصال بوطنه الأم. والنقطة الأخيرة هي توقيع اتفاقيات التبادل السياحي وإعداد نشرات السياحة دعائية عن لبنان، طبعا تبادل السياحي مع الدول كافة. هذا بالنسبة للقطاع العام. أما بالنسبة للقطاع الخاص، ما هي الأمور التي قام بها؟ نشاهد معا. طبعا هذه منتجعات سياحية، طبعا مهرجانات بيجوني، هذه انطلاقة المهرجانات، طبعا حفلات موسيقية، مهرجانات، طبعا عروض مختلفة. هذه مدينة سور، وطبعا هذه واحد من واجهات الفنادق في المنطقة الجبلية. إذا القطاع الخاص، النقاط التي قام بها طبعا دعم القطاع السياحي في لبنان وهو الأساس به على كل حال، من خلال إنشاء المكاتب والشركات السياحية ووكالات السفر الاهتمام بشأن السياحي، تعريف العالم على وجه لبنان من خلال الدعاية التي تقوم بها الشركات في الداخل والخارج، وإنشاء المرافق، العديد من المرافق منها الفنادق، هذا مسرح في بيروت، وإنشاء المعاهد الفنية والسياحية. إذا ختامها طبعا نختمها كما بدأنا بصورتين من لبنان، هذا وادي قديشة المقدس الموجود في شمال لبنان والذي طبعا أصبح مشهور عالميا، وختامها هذه قرية جنوبية مرة ثانية جباع في الجنوب. وختامها أرجو أن يكون هذا العرض قد نال استحسانكم، ونرجو لكم درسا موفقا.